الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نستطيع يعني قدرنا ان احنا نفوز في الثلاث مباريات، وعدلنا من شكل اللعب والحمد لله لم يعني يعني ما دخلش فينا اي هدف في الثلاث مباريات، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. اللعيبه اللي موجوده معانا الحمد لله كلهم افيلبل او كلهم متاحين لمباراه نهائي الكاس باذن الله. طيب هل بالفعل تلقيت اتصال من الكابتن احمد سليمان هذا مجلس الاداره بيطالب بضم محمود فتح الله واحمد جعفر لمعسكر المباراه النهائيه؟ لا يا فندم، مفيش اي اتصالات، احنا واخدين قرار مع ايوه المجلس. انت واخد قرار لكنه هناك رغبه لا من مجلس الاداره. مفيش اي حد بلغني بهذا الكلام، انا اول مره اسمعه منك يا بشوير. اول مره تسمع مني. احنا واخدين قرار ان احنا اللعيبه اللي بدانا بيهم مباراه بتروجيت، وهو ده كلامنا كان مع اللعيبه، هم في حال استمرارنا في الكاس حتى النهائي هم اللي هياخدوا الفرصه لغايه اخر دقيقه في الكاس. هل بالفعل بتفكر في معاقبه محمد ابراهيم من جديد؟ لا محمد ابراهيم، لا مفيش، بالعكس محمد ابراهيم انا كان عندي جلسه معاه قبل مباراه وادي دجله ب 72 ساعه، شرحت له فيها كل اخطائه في الفتره اللي فاتت، وهي كانت قعدت يعني نصيحه اكتر ما هي قعدت مدرب للعيب. شرحت فيها كل اخطائه بره الملعب وجوه الملعب، وهو وعدني ان هو هيكون قدوه في الفتره اللي جايه، وان هو هيكون ملتزم بشكل، والحقيقه من اول ما انضم للمعسكر قبل مباراه وادي دجله كان ملتزم بشكل كبير جدا خارج الملعب وداخل الملعب في مباراه وادي دجله، نفذ كل اللي مطلوب منه، وبالعكس انا سعيد بالروح الجديده اللي عاد بيها محمد ابراهيم. يعني هو موجود في المعسكر في مباراه النهائي، مفيش عقوبه طبعا. حازم امام، هل بالفعل كان الدور على عبد الشافي في تسديد ركلات الجزاء وهو تقدم لها؟ بالفعل، واتكلمت مع كابتن عبد الحليم وكابتن محمد، واتخفضت منه يعني مكافاه المباراه، لان احنا في تعليمات بنبقى مدينها بنطلب من لعيبتنا ان هي تنفذها بالحرف الواحد، مش في ضربات الجزاء فقط لكن في الملعب في كل لعيب والمطلوب منه في الملعب دفاعيا وهجوميا. احد هذه التعليمات كان ان عبد الشافي هيشوط نمره 2، لكن حازم يعني خد قرار ان هو يعني يتقدم لتسديد ضربة الجزاء الثانيه، وانا بلوم حازم وبلوم عبد الشافي يعني، لان يعني لكن هي طبيعه شخصيه عبد الشافي ان هو زي ما حضرتك عارف عبد الشافي طيب قوي. طيب هو استغل ان عبد الشافي هو اللي طيب. لكن يعني العقوبه لا تتعدى العقوبه الماليه. وكلمت مع حازم اهو، وانتوا بتجددوا شباب الفريق واعمار الفريق ودم الفريق، شايف انه مش غريبه شويه انه قصه عصام الحضري 42 سنه مع كل احترامي لمستواه انه نادي الزمالك اسعى التعاقد معاه من جديد يا كابتن ميدو؟ خلينا نتكلم في نقطتين بالنسبه لنقطه حراسه المرمى. النقطه الاولى نقطه عبد الواحد السيد. ما كنت ده السؤال الثاني، اتفضل. لا انا عشان انا عارفك فاقول لك على طول. ماشي. احنا اتخذنا قرار ان عبد الواحد ما يكونش موجود مع الزمالك في الموسم القادم، ده نهائي خلاص. ده قرار اللي انا قدمته لمجلس الاداره، وده كان قرار صعب عليا جدا يا كابتن شوبير، لان عبد الواحد زي ما حضرتك عارف صديق شخصي ليا. وكان مخلص معايا بشكل كبير جدا، واخلاص كامل من اول ما توليت المسؤوليه. وعبد الواحد من اكتر اللعيبه المخلصين اللي مثلوا نادي الزمالك عبر التاريخ. تمام. ولذلك انا طلبت من مجلس الاداره ان يخرج عبد الواحد السيد من نادي الزمالك من الباب الكبير. ومعنى الباب الكبير ان احنا يجب ان يكرم بالشكل اللائق، يجب ان يحصل على مستحقاته كامله، يجب ان لازم يتعمل له مؤتمر صحفي يتم فيه تكريمه بشكل جيد جدا، لان هو ده المفروض النظام اللي نادي الزمالك يشتغل عليه في الفتره اللي جايه. مش معنى ان اللعيب احنا خدنا قرار ان هو ما يبقاش موجود معانا الموسم القادم، احنا حطينا مصلحه نادي الزمالك فوق اي حاجه. ان احنا اللعيب يخرج بشكل غير لائق مهم جدا، والكلام ده انا ابلغته لمجلس الاداره، ومجلس الاداره بالفعل خدوا قرار ان بعد مباراه نهائي الكاس هيقعد مع عبد الواحد، وكل اللي عبد الواحد هيطلبه المستشار مرتضى وعد ان هو هينفذه يعني. طيب ادي عبد الواحد الحضري بقى. الحضري انا ابلغت مجلس الاداره رفضي التام للتعاقد مع عصام الحضري، من غير الدخول في تفاصيل اعذرني يا كابتن شوبير، لكن انا
بعيدا عن ان انا مدير فني لنادي الزمالك كمشجع زملكاوي ارفض فكره التعاقد مع عصام الحضري. اه ده كلام واضح. واضح. اه لا واضح جدا يعني خلاص ده كلام لا وانت كمان دلوقتي المدير الفني لنادي الزمالك يعني القصه كده محسومه يعني. انا المدير الفني لنادي الزمالك من يعني من انا اعتبر ان عصام الحضري من افضل الحراس اللي جم على في مصر على مر التاريخ وانجازات كبيره جدا، لكن استراتيجيتنا في نادي الزمالك في تجديد الدماء والدفع باللاعبين الشباب وايمانا مني بقدره ابو جبل وجنش ان هم يقدروا ان هم يكونوا الحارس الاول والثاني في الموسم القادم والاسباب ثانيه كتير يعني بعتذر لك ان انا مش هخوض فيها دلوقتي. نعم نعم. ان انا قدمت لمجلس الاداره رفضي بفكره التعاقد مع عصام الحضري. طيب ده كلام واضح بحيي فيك صراحتك. طب محمد عواد هل جاي ولا لو ما جاش حتى مش هتفرق معاك، انت عندك جونين كويسين بتقول كده. كل الاسئله الثانيه بقى كابتن دي حضرتك لمجلس الاداره، لكن الحته اللي هي تخصني مباراه سموحه وعبد الواحد والحضري انا قلتها لسيادتك. طيب ده كلام حلو وانا مش عايز اثقل عليك اكتر من كده. بتمنى لك التوفيق يا ميدو. يعني قصه الجمهور انا عارف انت عايز الجمهور يرجع طبعا في المباراه النهائيه. طبعا نتمنى الكلام اللي جالنا الاخير ان المباراه ستقام او في القاهره او في اسكندريه. لا في القاهره نهائي خلاص في استاد القاهره. نهائي في القاهره وان في اجتماع مع سياده المستشار مع وزير الداخليه مع سياده الوزير وان سياده المستشار هيطالب بشده ان يكون موجود جمهور كما وعدت الوزاره ان نهائي كاس مصر سيقام بجماهير. ميدو بشكرك وبتمنى لك التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. انا بحب الوضوح والصراحه بحب الناس دي، فميدو كان واضح جدا في قصه عبد الواحد السيد خلاص عبد الواحد بره نادي الزمالك، ميدو كان واضح جدا في قصه الحضري انه رافض وجود الحضري في نادي الزمالك، ميدو كان واضح جدا في انه متمسك بمحمد ابراهيم ومحمد ابراهيم وحازم امام، ميدو كان واضح جدا انه رفض دخول محمود فتح الله واحمد جعفر معسكر الفريق، دي عناوين مهمه جدا. انا الحقيقه دايما بحب ابقى صانع للخبر، يعني ما احبش اجيب اخبار من المواقع، لازم اقول لكم شويه اخبار من المواقع دي مهمه جدا، لكن انا بحب ابقى صانع للخبر لانه ببقى معايا فريق عمل فكلنا بنجتهد عشان نعمل ده، سواء اسلام صادق، سناء الحلواني، مصطفى عادل، دانيال جورج، عبد الحميد فراج، ايه حمروشي، دي فرقتنا، فريق العمل بتاعنا، معانا طبعا النهارده احمد امام ومعانا الزملاء وفاء حامد وعماد بدوي بيبقوا موجودين معانا باستمرار يا رب ما اكونش ناسي اسماء، دول خالد عباسط كمان ساعات بيبقى موجود بس مش موجود في رمضان، فكلنا بنجتهد نبقى صناع خبر للناس، ولما الخبر بيجي من صاحبه زي ما قلنا لكم خبر مباراه النهائي على لسان الاستاذ جمال علام، قلنا لكم ماذا يدور داخل نادي الزمالك على لسان الكابتن احمد حسام ميدو. هروح للاذان. الله اكبر الله اكبر. شافع شوط نمره 2 لكن حازم يعني خد قرار ان هو يعني يتقدم لتسديد ضربه الجزاء الثانيه، وانا بلوم حازم وبلوم عبد الشافي يعني لان يعني لكن هي طبيعه شخصيه عبد الشافي ان هو زي ما حضرتك عارف عبد الشافي طيب قوي. طيب هو استغل ان عبد الشافي هو اللي طيب. لكن يعني العقوبه لا تتعدى العقوبه الماليه. وكلمت مع حازم وانتوا بتجددوا شباب الفريق واعمار الفريق ودم الفريق، شايف انه مش غريبه شويه انه قصه عصام الحضري 42 سنه مع كل احترامي لمستواه انه نادي الزمالك اسعى التعاقد معاه من جديد يا كابتن ميدو؟ خلينا نتكلم في نقطتين بالنسبه لنقطه حراسه المرمى. النقطه الاولى نقطه عبد الواحد السيد. ما كنت ده السؤال الثاني اتفضل. لا انا عشان انا عارفك فاقول لك طب يلا ماشي. احنا اتخذنا قرار ان عبد الواحد ما يكونش موجود مع الزمالك في الموسم القادم. ده نهائي خلاص. ده قرار واحد وكل اللي عبد الواحد هيطلبه المستشار مرتضى وعد ان هو هينفذه يعني. طيب ادي عبد الواحد. الحضري بقى. الحضري انا ابلغت مجلس الاداره رفضي التام للتعاقد مع عصام الحضري من غير الدخول في تفاصيل اللي اعذرني يا كابتن شوبير، لكن انا بعيدا عن ان انا مدير فني لنادي الزمالك كمشجع زملكاوي ارفض فكره التعاقد مع عصام الحضري. اه ده كلام واضح. واضح. اه لا واضح جدا يعني خلاص ده كلام لا وانت كمان دلوقتي المدير الفني لنادي الزمالك يعني القصه كده محسومه يعني.
انا المدير الفني لنادي الزمالك من يعني من انا اعتبر ان عصام الحضري من افضل الحراس اللي جم على في مصر على مر التاريخ وانجازات كبيره جدا، لكن استراتيجيتنا في نادي الزمالك في تجديد الدماء والدفع باللاعبين الشباب وايمانا مني بقدره ابو جبل وجنش ان هم يقدروا ان هم يكونوا الحارس الاول والثاني في الموسم القادم، شرحت له فيها كل اخطائه في الفتره اللي فاتت، وهي كانت قعدت يعني نصيحه اكتر ما هي قعدت مدرب للعيب، شرحت فيها كل اخطائه بره الملعب وجوه الملعب، وهو وعدني ان هو هيكون قدوه في الفتره اللي جايه وان هو هيكون ملتزم بشكل جدا. والحقيقه من اول ما انضم للمعسكر قبل مباراه وادي دجله كان ملتزم بشكل كبير جدا خارج الملعب، وداخل الملعب في مباراه وادي دجله نفذ كل اللي مطلوب منه، وبالعكس انا سعيد بالروح الجديده اللي عاد بيها محمد ابراهيم. يعني هو موجود في المعسكر في مباراه النهائي، مفيش عقوبه طبعا. حازم امام، هل بالفعل كان الدور على عبد الشافي في تسديد ركلات الجزاء وهو تقدم لها؟ بالفعل، واتكلمت مع كابتن عبد الحليم وكابتن محمد واتخفضت منه يعني مكافاه المباراه، لان احنا في تعليمات بنبقى مدينها بنطلب من لاعبتنا ان هي تنفذها بالحرف الواحد، مش في ضربات الجزاء فقط لكن في الملعب في كل لعيب والمطلوب منه في الملعب دفاعيا وهجوميا. احد هذه التعليمات كان ان عبد الشافي، القرار اللي انا قدمته لمجلس الاداره وده كان قرار صعب عليا جدا يا كابتن شوبير، لان عبد الواحد زي ما حضرتك عارف صديق شخصي ليا وكان مخلص معايا بشكل كبير جدا واخلاص كامل من اول ما توليت المسؤوليه. وعبد الواحد من اكثر اللعيبه المخلصين اللي مثلوا نادي الزمالك عبر التاريخ. تمام. ولذلك انا طلبت من مجلس الاداره ان يخرج عبد الواحد السيد من نادي الزمالك من الباب الكبير. ومعنى الباب الكبير ان احنا يجب ان يكرم بالشكل اللائق، يجب ان يحصل على مستحقاته كامله، يجب ان لازم يتعمل له مؤتمر صحفي يتم فيه تكريمه بشكل جيد جدا، لان هو ده المفروض النظام اللي نادي الزمالك يشتغل عليه في الفتره اللي جايه. مش معنى ان اللعيب احنا خدنا قرار ان هو ما يبقاش موجود معانا الموسم القادم، احنا حطينا مصلحه نادي الزمالك فوق اي حاجه. ان احنا اللعيب يخرج بشكل غير لائق مهم جدا، والكلام ده انا ابلغته لمجلس الاداره، ومجلس الاداره بالفعل خدوا قرار ان بعد مباراه نهائي الكاس هيقعد مع عبد الواحد. الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نستطيع يعني قدرنا ان احنا نفوز في الثلاث مباريات وعدلنا من شكل اللعب، والحمد لله لم يعني 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 ما دخلش فينا اي هدف في الثلاث مباريات، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. اللعيبه اللي موجوده معانا الحمد لله كلهم افيلبل او كلهم متاحين لمباراه نهائي الكاس باذن الله. طيب هل بالفعل تلقيت اتصال من الكابتن احمد سليمان هذا مجلس اداره بيطالب بضم محمود فتح الله واحمد جعفر لمعسكر المباراه النهائيه؟ لا يا فندم، مفيش اي اتصالات، احنا واخدين قرار مع المجلس. ايوه انت واخد قرار لكنه هناك رغبه من مجلس اداره. مفيش اي حد بلغني بهذا الكلام، انا اول مره اسمعه منك يا كابتن. اول مره تسمع مني. احنا واخدين قرار ان احنا اللعيبه اللي بدانا بيهم مباراه بتروجيت، وهو ده كلامنا كان مع اللعيبه، هم في حال استمرارنا في الكاس حتى النهائي هم اللي هياخدوا الفرصه لغايه اخر دقيقه في الكاس. هل بالفعل بتفكر في معاقبه محمد ابراهيم من جديد؟ لا محمد ابراهيم، لا مفيش، بالعكس محمد ابراهيم انا كان عندي جلسه معاه قبل مباراه وادي دجله ب 72 ساعه.